خليني بس اروح معاك لنقطه قبل ما نبدا اخبارنا، ان احنا عندنا خبر مهم واعتقد هو خبر ما فيش حد ما اتكلمش عنه. خبر الموسم طبعا خاص بميسي. بس قبل ما نروح لده، لان احنا بما فتحنا موضوع الاولمبياد والصحه النفسيه الفقره اللي معانا الفقره الثانيه، احنا بقى بنتكلم قد ايه ده مهم وقد ايه انعكاسه لو كان سلبي على ابطال ممكن ان هو يؤدي الى انسحابهم. ده بالظبط اللي حصل مع يعني خليني اقول لحضراتكم اسطوره الجمباز اسمها سيمون بيليز، اضطرت انها تنسحب من اصلا اولمبياد طوكيو، واختارت زي ما صرحت كده قالت انا بختار صحتي النفسيه. ليه بقى؟ ده شيء كان غريب جدا. هي بطله كبيره جدا، وهي زي ما قلت حضراتكم انسحبت من نهائي المسابقه الكامله اللي هي فرق السيدات في اولمبياد طوكيو، وقالت انا خايفه، انا عندي مخاوف هي للصحه النفسيه، وانا ما بقتش قادره خلاص، انا عايزه اركز على صحتي ومش عايزه اعرض حياتي وصحتي للخطر. فده كان امر غريب، بس ده يرجعنا ولو جينا كده فكرنا برضو هو ليه ده بيحصل. اكيد كان في ضغط، اكيد كان في يعني كواليس احنا مش عارفينها. لو كنا جينا اتكلمنا تحديدا عن الجمباز، خليني اقول لك يا كريم انا نزلت لك بقى كل حاجه بالورق معايا، قواعد بيقول لك صارمه جدا كانوا بيعيشوها هناك تحديدا اللاعبات في الجمباز. التدريب مفروض ان هو 7 ساعات في اليوم، سن التقاعد بتاعهم 20 سنه. تخيل انت لما تبقى، لا مش انت، انا زي الفل وعطائي لم ينتهي، لما واحده موهبتي لن تنضب بعد، واحده يعني تبقى لاعبه جمباز يبقى عارف ان انت عارف حياتك بس بصفه خاصه مش عارفه متخيله حجم المصيبه يعني ف لا، في قساوه وفي عنف احيانا بيتعرضوا ليه كمان من المدربين، هم عايزين يشدوا عليهم عشان يعني يجيبوا احسن النتائج. فهي هي دي النقطه، الصحه النفسيه قد ايه ليها تاثير، ممكن يكون ايجابي وممكن يكون سلبي، ويوصل لبطل ان هو ينسحب من بطوله كبيره زي الاولمبياد. فدي اعتقد هتكون او ده هيكون ملف مهم جدا خلينا نتكلم مع حضراتكم فيه. بس نبدا بقى.